اقترب موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وينتظر الكثير معرفة موعد العيد بالتحديد. فما هو الموعد وفق الحسابات الفلكية ودار الإفتاء المصرية؟ وماذا قال عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي؟ التفاصيل كاملة في تغطيتنا. موعد العيد مش بس مهم للحجاج، لا كمان للمسلمين اللي في الدول اللي بتستنى تعرفه عشان موعد الأضحية، وكمان صيام الأيام التسعة للحج، وأيضا الاستمتاع بالعيد. بتشير الحسابات الفلكية إلى أن بكرة الاثنين هو أول أيام ذي الحجة فلكية، وعيد الأضحى هو يوم 28 من يونيو، ويوم عرفة بيوافق 27 من يونيو. أما دار الإفتاء المصرية فتستطلع مساء اليوم غرة شهر ذو الحجة لعام 1444 هجرية. ويتحدد شرعاً موعد عيد الأضحى لعام 2023 من خلال دار الإفتاء، مما يتم تحديد موعد يوم عرفة ووقفة عرفات. والحقيقة أنه لا يجوز لدار الإفتاء المصرية مخالفة السعودية في غرة شهر ذي الحجة، لأنها بلد مناسك الحج أصلاً، لذلك فيتنتظر رؤية السعودية في غرة شهر ذي الحجة. المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أكد أن موعد عيد الأضحى هيكون متوافق في أغلب الدول العربية والإسلامية. على أن يكون في الدول العربية الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1444 هجرياً و28 يونيو 2023، يتوقع أن يكون مدة أجازة العيد 4 أيام في أغلب الدول العربية والإسلامية، وده وفق بعض وسائل الإعلام. أما في مصر من الناحية الفلكية، أعلنت الحسابات الفلكية أنه يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران، ويحدث الاقتران في تمام الساعة 6:38 فجراً بتوقيت القاهرة. يحدث ده غداً بكرة إن شاء الله 29 من ذي القعدة 1444 هجرية، الموافق 18/6. أما بالنسبة للهلال الجديد في جمهورية مصر العربية، فيبقى الهلال في السماء لمدة تتراوح بين 31 ل37 دقيقة، بينما يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب الشمس. ولكن في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد لمدة تتراوح بين 7 ل44 دقيقة، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1444 فلكياً يوم الاثنين المقبل 19/6/2023. وفي السعودية أعلن عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي أن يوم الاثنين المقبل هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون وقفة عرفات الثلاثاء بعد القدر، وعيد الأضحى يوم الأربعاء. وكان قد بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق 21 من إبريل اللي فات، وانتهى يوم السبت الموافق 20 مايو الماضي، وبلغ عدد أيامه 30 يوم. بينما بدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق 21 مايو الماضي، وينتهي يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويكون عدد أيامه 29 يوم. بيختلف أول أيام العيد في بعض الدول، حيث يكون أول يوم عيد الأضحى هو تاني أعياد المسلمين في أغلب الدول العربية، اللي هو الأربعاء 28 من يونيو في أغلب الدول العربية، ومنها أيضا المملكة العربية السعودية، وأيضا سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، وأيضا قطر وجمهورية مصر العربية وليبيا والمغرب والجزائر وجزر القمر والصومال وجيبوتي وفلسطين وسوريا ولبنان وعدة دول عربية أخرى. أما مركز الفلك الدولي فأعلن أن أول أيام العيد الأربعاء 28 من يونيو في غالبية الدول الإسلامية، ده وفق البيان اللي أصدره مركز الفلك الدولي. مشاهدينا، هذه كانت كل التفاصيل الخاصة بموعد عيد الأضحى المبارك هذا العام. كل عام وأنتم بخير. لمزيد من التفاصيل والتغطيات زوروا موقع صدى البلد الإخباري، ونشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.